لو تبدي انا محذر عصر انا ما كنت بنام بغرفتهم عشان ازعج. جايين غرفتنا يزعجون. مين؟ الشباب اللي بالغرفة الصغيرة. واقوم عليهم قلت اطلعوا لو سمحتوا. انا كانت ركنت معهم. جو عندنا. جيت باحترام اول شيء قلت اطلعوا لو سمحتوا. طلعوا. وردنا. وردتنا مرة. اقول لهم قلت عزلهم ما فيكم رجال. اطلعوا! كان طلعوا. ثاني مرة ويجون ثاني مرة. الثالثة قلت والله ان قمت اللي تهاوش اياهم خلني اصبر وانام على وجهي. حلوة السالفة. حلوة السالفة؟ ها؟ ساقع حلوة السالفة؟ السالفة حلوة. لا انا خربت انا ما ختمت. ورباح ايش رايك اني اذا صار الجو عندي هادي وانا راقد ما يجيني النوم؟ سبحان الله. الا ازعاج. الا ازعاج. لا كذا انت عندك مشكله. اي والله يا بروح متعود ينام على القصص صح. انا مع الجوال كذا. راجع حساباتك عبد الله. والله اني صادق يا بروح اذا انت فوق راسي وترقصون ولا يعني تسولفون بصوت طويل خلاص هنا اروق وارقد على طول. هي دقيقه هذا زي تركي. اذا ما عندي صوت الغرفه هاديه اللمبه مطفاه مستحيل اني ارقد الا في نص ساعه ساعه. تركي انا لازم اقصر قصه عشان انام. من تركي؟ تركي غويزي. هنا عينك؟ انا عندكم ولا مره سمعت تتكلم بعد ما تنام؟ ولا مره والله ولا مره بعد ما تنام. ها؟ بعد ما تنام انا انام لا اهروا. بعدين خويك اذا قال سالفه مشي يا ام الغنيمه. مشي. انا بمشي. مشيت كم الحين؟ 33 يوم يا 34 يوم. طيب خلاص مشي صح ولا مش صح؟ ادري قاعد يمشي لك برباح طول الايام. هو ماشي هو. والله ما يمشي شيء. الله هو والله ما يمشي. كيف شطة شاي الشايب؟ حلو حلو اخون والله. ذكرتني واحد الله يستر عليه.